براويكم أقوى تصريح ناري جهنمي، أقوى تصريح كان في هذا الجلسة والمفروض النفذة. أعطوني التخرج. ما يجوز أن يكون مريض بدون مرافق، في المريض المرافق المريض هو المرافق هو المريض نفسه أخ الرئيس. ونحن نطالب تأجيل خفض المخصصات، رفض خفض احنا نطالب الأخ الرئيس في رفض تخفيض المخصصات وإعادتها كما كانت رغم أنها ما تكفي. أما بالنسبة للكلام المرضى اللي رايحين سياحة، اللي رايح سياحة الأخ الرئيس ما عنده مشكلة، أنت موفر له تذكرة ومعطيه إجازة وتصرف له 500 دينار، هذا راح يقعد أسبوعين ويرجع، لكن المريض الحقيقي ما يقدر يرجع. يعني في سياحة، يقولون ماكو سياحة بالكويت، لا في سياحة، العالم تدري أنها فيها سياحة، بس كرت سياسي. عموما انتهينا من حديث الكويت.